يا أيها الأصدقاء الأعزاء، أتريدون أن تكونوا ناجحين؟ إذن يجب عليكم أن تكونوا من هؤلاء الأربع. من هؤلاء الأربع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغدو عالما. ماذا لو أنا عجزت أن أكون عالما أو متعلما؟ ماذا لو أنا عجزت أن أكون طالب العلم أو مستمعا؟ ماذا لو أنا عجزت أن أكون مستمعا أو محبا؟ ولا تكن الخامسة. لماذا؟ فتهلك. يا أيها المسلمون، ما عليك أن تكون عالما، ولكن عليك أن تطلب العلم. اطلب العلم من المهدي إلى اللحد. وقال عليه السلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. رواه أبو داود والترمذي. يا صديقي، إن كنت لا تدري فاسأل العالم، فوالله إن السؤال شفاء العين. لا تسأل أسئلة غبية، لأن حسن السؤال نصف العلم، كما قال إمام الشافعي: اترك المعاصي، لأن العلم نور الله لا يعطي لعاصي. بالعلم يثبت ديننا، وبه يزيد يقيننا. العلم نور والجهل ضلال. يا أيها العلماء الكرام ويا طلاب العلم، علموا ما تعلمتم، علموا ما تعلمتم أو ستنسوا. يا أيها العلماء الكرام ويا طلاب العلم، إياكم والحسد، إياكم والحسد، فإن الحسد شائع في العلماء. يا أيها العلماء الكرام ويا طلاب العلم، اعملوا بعلمكم، اعملوا بعلمكم، لأن كثير العلم لا ينفع بدون عمل، كما قال عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام: أو كما قال أبو دردة: لا يكون أحدكم تقيا حتى يكون عالما، ولم يكن بالعلم جميلا حتى يكون به عاملا. يا أيها العلماء الكرام ويا طلاب العلم، دبروا وفكروا في هذا القول المشهور: إذا زل العالم زل بزلته عالم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة.
اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم لا تجعلنا من المنافقين، اللهم لا تجعلنا من المنافقين، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. اللهم اجعلنا من الذين يعملون العلم. يحكي ظلمة فيها ابتلاء.